امرأة عصرت قلب الحسنتان من النظرة الأولى وخطفته من بين الجميع نساء القصر المغربي، فكانت أكثرهن حظا رغم أنها أقلهن جمالا. حياتها عبارة عن معادلة معقدة بين زواجها من أكثر الرجال دهاء وقسوة وفتاة دخلت القصر الملكي وهي عمرها لا يتجاوز 15 سنة. لاحقتها شائعات كثيرة وصدقها الكثيرون وحاربها الكثيرون، وكذلك كذبوها كثيرون أيضا رغم اختفائها عن الأنظار، ولكن الجدل حولها كان أكبر من أن تخفيه جدران القصر الملكي. فمن هي الأميرة ذات اللطيفة، وما هي حقيقة خيانتها لزوجها الحسن الثاني مع زوجها الحالي؟ لقبت بذلة اللطيفة أم الشرفاء. تنحدر الأميرة ذات اللطيفة أم حزون من منطقة أولاد زيان الأمازيغية وسط المملكة، ولدت عام 1946 واسمها الحقيقي هو فاطمة حمد.